لفظ ثلاثة أشخاص أنفاسهم الأخيرة إثر غرقهم بوادي درعا يومه الاثنين 29 يونيو الجاري بأعالي درعا إقليم زغورة. وأوردت مصادر إعلامية محلية أن الشخص الأول طالب ينحدر من منطقة تكثرت لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا أثناء سباحته بالوادي رفقة أصدقائه. أما بخصوص الشخصين الآخرين فيتعلق الأمر بشابة وأم لطفلين تنحدران من منطقة أفلندرا غرقتا بعد محاولته النسح بغطاء من الوادي أثناء غسله. وفور علمها بالخبر حلت بعين مكان عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية، حيث تم انتشال جثة الضحايا وفتح تحقيق في الواقعة التي لفظ على إثرها ثلاثة أرواح أنفاسها الأخيرة في يوم واحد. رحم الله الضحايا ورزق أهلهم الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون.